أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلمة حق. ما زلنا نحصي النقاط المضيئة على أرض مصر، ما زلنا نتحدث عن دور رجال الأعمال في وضع بصمة في معظم المشروعات القومية العملاقة، من ضمن هؤلاء الرجال الذين وضعوا بصمة في مشروعات قومية عدة وشركات قومية عدة، رجل الأعمال المصري هشام كرارة رئيس مجلس إدارة شركة فيتزر للتجارة والتوريدات. أهلا وسهلا فندم، نورتنا. أهلا بيك يا فندم، أنتوا اللي منورنا النهاردة. حبينا يا فندم ناخد نبذة عن هذه الشركة العملاقة، تقول لي ايه؟ والله احنا شركة فيتزر هي شركة اتأسست في 2012 بس. احنا متخصصين في مجال تصدير الأسمدة الكيماوية والمواد الخام. نعم. زي الأسمدة الفوسفاتية. والفوسفات الخام. احنا مجالنا تصدير فقط، ما بنستوردش بضائع ولا بنشتغل في السوق المحلي. احنا كل هدفنا ان احنا نعظم الحاصلات التصديرية، الحصيلة، نعظم الحصيلة التصديرية. نعم. فبنشتغل مع معظم الشركات المحلية المصنعة للأسمدة، زي شركات موبكو للأسمدة، زي شركة اسكندرية للأسمدة، زي شركة فوسفات مصر، طبعا الشركة العظيمة فوسفات مصر. ليه فاكر هذا النشاط ده بالتحديد؟ يعني ليه هذا النشاط اخترته ده بالتحديد؟ انا قبل ما اسس الشركه ديت انا كنت مدير تصدير في احدى مصانع الاسمده في العين السخنه. نعم. لغايه 2006، والحقيقه عندي يعني خبرات متراكمه في التصدير بالذات. نعم. الاسمده الكيماويه. حضرتك قلت لي ان انت بدأت مع شركات كيماويات كتيرة وشركات اسمدة، طب كلمني الاول عن فوسفات مصر، دورك معهم ايه؟ الحقيقة فوسفات مصر من الشركات العملاقة الرائدة في مجال استخراج وتصدير الفوسفات الخام. نعم. احنا علاقتنا معهم علاقة بقى لها فترة كبيرة جدا. الحمد لله. وبنحقق معهم قيمة عالية كويسة. الميزة اللي أنا الحقيقة شركتنا بتتميز فيها إن أنا ما بخشش على أسواق اعتيادية زي بقية الشركات. يعني إحنا بنفتح أسواق جديدة في أفريقيا. نعم. في أمريكا اللاتينية، في دول جنوب أوروبا زي إيطاليا. بتفتحوا أسواق عالمية، ومن خلال هذا الكلام بتوفروا عملة صعبة للبلاد. بالضبط كده. طيب. احنا كمان يعني احنا ما بنشتريش من فوسفات مصر بالجنيه المصري، احنا بنشتري منهم بالدولار. وبالوارد بتاعنا بالدولار. يعني الحصيلة اللي جاية من بره من العميل الخارجي هي قيمة دولارية، وبنشتري برضو من المنتج المحلي، سواء فوسفات مصر او اي شركة من الشركات المنتجة محليا، برضو بنشتري منها بالدولار لان هم برضو محتاجين الدولار. ايه نوعية الشركات التانية اللي على مثيلة فوسفات مصر؟ طبعا
يعني شركة النصر للكيماويات الوسيطة طبعا اللي هي تابعة لجهاز مشروعات القوات المسلحة. نعم دي برضو من يعني من أعظم الشركات الموجودة في مصر، خصوصا كمان بعد افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة. نعم اللي افتتحه سيادة الرئيس في 2018. الشركة دي بتنتج، هي الوحيدة في مصر اللي بتنتج منتج الداب اللي هو الداي أمونيوم فوسفيت. نعم. ومنتج الداي أمونيوم فوسفيت ده بالذات ده مطلوب بشكل كبير جدا. نعم. هو كان عندهم مصنع تاني في الفيوم بينتج بس على سكيل صغير بقاله فترة، لكن نعم. الحقيقة المصنع الجديد بتاع العين السخنة الحقيقة منتج بتاعه هايل جدا، وحاصل على شهادة الأيزو، وحاصل على ريتش سيرتيفيكت اللي هو تصدير الاتحاد الأوروبي كمان. نعم. فالمنتج بتاعه وصل لكل انحاء العالم تقريبا يعني. واحنا كان لينا الشرف ان احنا كنا اول شركه تصدر الانتاج بتاع مجمع الاسمده الفوسفاتيه في العين السخنه الداب لدوله رومانيا. نعم احنا اول شركه صدرنا المنتج بتاعه. وبعد كده طبعا شركات كتيره دخلت صدرت بكميات كبيره يعني. بعد كده اتعاونتم مع قلت لي شركه موبوكو وتقريبا شركه النصر وشركات قومية أخرى، كلمنا عنها. تمام، إحنا برضو اشتغلنا مع شركة موبكو للأسمدة اللي موجودة في دمياط. نعم. جوار مينا دمياط. نعم. إحنا بنصدر عندهم، بناخد منهم حاويات، بنصدر في حاويات صب. والحقيقة إحنا برضو نعتبر من أولى الشركات اللي صدرت صب داخل حاويات. يعني نعم. المعتاد إنك بتصدر عبوات سواء 50 كيلو او جنبهات طن داخل حاويات. نعم. لكن لما صدرنا في حاويات اوبن توب. نعم. البضاعة بلك، الحاوية بدل ما تاخد 21 طن حملناها 25 طن. نعم. وبالتالي ده ادى ان احنا قللنا التكلفة بتاعة النولون البحري اللي ادى الى زيادة الارباح سواء نعم. لينا كشركة مصدرة او لشركة موبكو كشركة منتجة. نعم. لو كلمت حضرتك بصفتك بقى مصدر وسألتك وبقالك 10 سنين كده في التصدير، شكل قطاع التصدير والاستيراد بشكل عام في ال7 سنوات الماضية اللي مسك فيهم سيادة الرئيس؟ الحقيقة الاختلاف كبير جدا. احنا دلوقتي احنا في تسهيلات كتيرة جدا للمصدرين. نعم. من ضمنها اعفاء المصدر من ضريبة القيمة المضافة. نعم. هي تعتبر صفر، وبالتالي ده برضو بيساهم في تقليل التكلفة بتاعتنا. حقيقي. الحاجة الثانية التسهيلات اللي لقيناها من في عهد سيادة الرئيس من المنتجين نفسهم بالنسبة لطريقة الدفع للمنتجات الأسمدة الفوسفاتية أو الأسمدة النيتروجينية. احنا يعني الحمد لله في ثقة متبادلة مع المنتج مع الشركات المنتجة ديت. نعم. وبالتالي كل الحمد لله ما عندناش أي كليم أو أي شكوى من اي مصنع، وبرضو ما عندناش اي كليم من اي شركه بره مصر من العملاء اللي بنصدر لهم البضاعه على الكواليتي بتاعه البضايع. يعني عايز تقول ان انتوا قدرتم نشرف مصر في جميع الدول الاوروبيه والعربيه من هذا المنتج. طبعا احنا الدول العربيه هي تعتبر منافسه لينا في انتاج الاسمده الفوسفاتيه والنيتروجينيه كالخليج العربي والمغرب وغيره تقريبا. لكن والمغرب طبعا دي دولة يعني من اكبر الدول المنتجة للأسمدة الفوسفاتية. نعم نعم. لكن احنا كمصر هنا من بعد ما انشئ المصنع بتاع مجمع الأسمدة الفوسفاتية الانتاج بتاعه عايز اقول لحضرتك ان هو متباع بالكامل، وساعات كمان بيتحجز لمدة 3-4 شهور قدام. وده دليل على جودة المنتج نفسه، جودة المنتج المصري. وكمان بسعر منافس، لان احنا موقع مصر الاستراتيجي الحقيقة عندنا ميزه كبيره جدا ان احنا في المنتصف. انا بقدر اوصل لاوروبا وبقدر اوصل لامريكا اللاتينيه وبقدر اوصل لافريقيا. نعم. فانا عندي ميزه كمان ان النولون من مصر لاي دوله هو يعتبر ميزه مفيش زيها. لو كلمنا عن خطه الشركه المستقبليه تتلخص في خطتنا ان احنا نعظم قيمه الصادرات المصريه. نعم. بمعنى ان احنا كل ما نقلل تكاليفنا المحليه. نعم. هنا لداخل مصر سواء في تكلفه النقل البري، تكلفه النقل البحري، تكلفه الشكاير، تكلفه العماله اللي بتعبي، مع الحفاظ على نفس الجوده. انا بالتالي انا باخد ثقه العميل اللي بره، وبدل ما هيطلب مني
مثلا 2000 طن هيطلب مني 4000 طن او هيضاعف الكميات بتاعته. نعم. هيضاعف الكميات بتاعته، ده هيبقى نتيجه له ان العائد من التصدير بالدولار لمصر هيزيد. اسمي سحر احمد، خريج التجارة عين شمس دفعة 2019. اشتغلت في شركة فيتزر التجارة والتوريدات في قسم التصدير. ان شاء الله شهر 6 الجاي هبقى تميت 3 سنين. دوري بيبدأ بعد التسويق. انا بتابع مع الشركات المنتجة للبرودكت، بتابع مع العملاء، بتابع مع شركات الملاحة، لحد ما اوصل لتستيف المستندات زي ما العميل عايز. بسم الله الرحمن الرحيم. سمية محمد حامد شداد، خريجة تجارة عين شمس دفعة 2015، اوائل خريجين. بشتغل في شركة فيتزر، التحقت بشركة فيتزر للتجارة والتوريدات 2018 شهر 3 مع استاذ هشام كرارة، وليا الفضل طبعا ان انا شغالة معاه، هو بمثابة والدي مش مديري ابدا. وشغالة في اولا نشاطنا تصدير اسمدة زراعية. النشاط ده انا بحبه جدا لان هو كل يوم بيكسبني خبرة عن التانية وفق قواعد الجمارك طبعا بتتغير. بلس انا التايتل بتاعي هنا مديرة الحسابات، ماسكة حسابات العملاء والموردين، وبتابع فواتير طبعا ومبيعات ايا كانت. بالنسبه وشغاله طبعا في رفع الفواتير الالكترونيه، ودي سهلت علينا جدا ان احنا نتابع الفواتير من غير ما نتابع مع المنتجين ذات نفسهم، بنقدر ان احنا نرفع الفواتير على البورتال. وطبعا تابعت اونلاين وفي البرامج، حضرت كذا لايف لغايه ما قدرت ان انا ارفع الفواتير والدنيا تكون تمام. طبعا انا مبسوطه جدا ان انا شغاله مع استاذ هشام كراره، او مش بيبخل عليا باي معلومه. ومن ساعه ما اشتغلت انا بقالي 5 سنين هنا، كل يوم بتعلم حاجه احسن من الاول، وبجد سعيده جدا ان انا معاه، وربنا يوفقنا ان شاء الله ونبقى انترناشونال، شركه كبيره باذن الله. وشكرا. انا سعيده ان انا كنت جزء من شركه فيتزر للتجاره والتوريدات، لاني انا محظوظه جدا ان انا اشتغلت مع استاذ هشام كراره، ان هو بيدعم الشباب، وانا كدوري ان انا شابه صغيره وانا ابتدات في سن صغير كشركه تصدير مع استاذ هشام. يعني دي اسعد حاجه. عبير هاشم، انا خريجه تجاره عين شمس دفعه 2012. اشتغلت هنا في الشركه بقالي سنتين في قسم الاوبريشن. وظيفتي بعد قسم التسويق، المفروض احنا بنتابع مع العميل وبنتابع مع الشركات المنتجه، وبنبتدي نمشي في اجراءات الشحن من خلال الخطوط الملاحية ومن خلال الشركات التفتيش، وبنتابع كل الدوكيومنتيشن عشان نخلصها مع العميل. وفي خلال الشغل احنا دايما استاذ هشام دايما ورانا في كل حاجة. مجموعة شهادات كثيرة حصلت عليها الشركة، كلمنا عن هذه الشهادات. هي دي شهادات شخصية لي أنا. نعم تفضل. نتيجة مؤتمرات ودورات تدريبية كثيرة، سواء في مجال الإدارة أو في مجال التفتيش على البضائع أو قياس الغاطس للبواخر أو الكواليتي بتاعة الخاصة بالبضائع المنتجة يعني، وكمان شهادات في استئجار البواخر والحاويات. الأستاذ هشام كرارة
بطبيعة الحال الطموح لا ينتهي. أنت طموحك متجه إلى فين؟ الحقيقة طموحي متجه إن أنا بدل ما يبقى الشركة عندي فيها 10 موظفين دلوقتي قايمين ما بين حسابات وما بين أوبريشن وما بين تخليص جمركي، إن أنا أكبر حجم الشغل وبالتالي أكبر حجم العمالة اللي عندي لفتح بيوت الناس. يعني ده خلاف الشركات اللي انتوا بتتعاونوا معاها، انتوا بتتعاونوا بشركات نقل، بتتعاونوا مع شركات تخليص جمركي، اكيد مع اسطول من هذه الشركات. مفيش زي ما بيقولوا المثل كده ايد لوحدها ما بتسقفش، يعني مفيش شركه لوحدها تقدر تقوم بكل العمليات. فبالتالي احنا متعاقدين مع شركه للتخليص الجمركي، نعم، شركه للنقل البري، شركه للشحن على المراكب، شركه للتعبئه والتسليف داخل الحاويات، شركة علشان تعمل هاندلنج للحاويات مع شركات الخط الملاحي لو احنا مش دايركت مع الخط الملاحي. لو حبينا فندم في النهاية نوجه مجموعة رسائل، نوجه الرسالة الأولى لمين ونقول فيها ايه؟ مش مجاملة، لكن أنا فعلا بشكر سيادة الرئيس على وقوفه مع الشباب. أنا معتبر شاب قوي يعني، لكن أنا حقيقة شايف إن في توجه من الدولة للشباب بصفة خاصة. ده حقيقي، لأن هو ده المستقبل، امل مصر، هو امل مصر. نعم. لو ما جهزتش الشباب من دلوقتي لان هو يقوم بدوره في القطاع الخاص، مين اللي هيقوم بعد كده؟ ده حقيقي. فطبعا يعني ومش في القطاع الخاص بس، وفي قطاع الدوله كله باكمله، قطاع الدوله كله كصف تاني مساعدين للوزراء ونواب محافظين ونواب وزراء كله شباب. ده حقيقي، ده حقيقي، ويمكن ده جديد على مصر. اكيد طبعا، قبل كده كنا بنشوف دايما يعني مفيش حد صغير بيوصل لمرتبه عليا في الإدارة في أي شركة من القطاع العام أو الحكومة، لكن دلوقتي الوضع اتغير. دلوقتي اللي احنا ممكن تخش مصلحة حكومية تلاقي معظمهم شباب يعني. الشركات القطاع الخاص كمان يعني كان في من بسبب تشجيع سيادة الرئيس لينا احنا قدرنا، احنا واقفين على رجلنا لغاية دلوقتي. نعم. الحمد لله يعني بنعتبر بننجح في الوقت اللي قامت فيه كورونا كمان. انا عايز اقول لحضرتك حاجة، ان السنه اللي قامت اللي كان فيها الكورونا اللي هي 2020، السنه دي تعتبر افضل سنه بالنسبه لنا في التصدير. يا والله. لان كل العالم كان تقريبا متوقف ومتخوف من وقافل على نفسه، احنا الدوله الوحيده الحمد لله، ويعتبر انا من ضمن الشركات اللي يعتبر حققنا اكبر عائد على مدار عمر الشركه كله. كانت الدوله رغم ان هي التزمت بالاجراءات الاحترازيه، ولكن التزمت وفتحت وانطلقت بالظبط كده بمعقوليه يعني. ما كناش اوفر قوي يعني، احنا كنا ماشيين كويس جدا والحمد لله يعني. الحمد لله. الرساله الثانيه توجهها لمين يا فندم؟ الرساله الثانيه اوجهها ل شركه النصر للكميات الوسيطه. اتفضل. طبعا سياده اللواء ايهاب من الشخصيات المحترمه جدا جدا، اكيد، والحقيقه من ساعه ما مسك الشركه السنه اللي فاتت وفي طفره حصلت في الانتاج وفي التصدير، كمان جه معاه علاوه ان سعر السماد نفسه كمنتج عالمي سعره زاد الضعف. نعم. وده الحمد لله يعني. نعم. فكانت النتيجه ان الـ 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 القيمه اللي بتصدر بيها الشركه الحمد لله احنا كان لنا حصه معاهم معقوله يعني من ضمن الشركات الثانيه اللي بتشتغل معاهم. الحمد لله قدرنا نحقق قيمه كويسه وفتحنا اسواق جديده سواء في افريقيا، في جنوب افريقيا، في فيتنام، في تايلاند، في سريلانكا، في ايطاليا. ما شاء الله. الحمد لله. في امريكا اللاتينيه. تقول ايه لشركه فوسفات مصر؟ شركه فوسفات مصر حقيقه انا بشكرهم جدا، وبشكر الباشمهندس محمد عبد العظيم والباشمهندس طارق امام والاستاذ عبد الحميد مدير التسويق. الحقيقه كلهم ناس افاضل جدا جدا جدا، حقيقي، وعندهم سياسه الحقيقه يمكن هم الشركه الوحيده اللي بتطبقها في مصر. نعم. وهي موضوع تثبيت السعر. بمعنى ان ما بيبيعش بسعرين. نعم. يعني هو مثلا المنتج ده بسعر سي 80 دولار، يبقى 80 دولار لشام، 80 دولار لإكس، 80 دولار لإس، ما بيفضلش حد عن حد. نعم. سواء خدت منه طن أو خدت منه 100,000 طن. ده بيكون سبب في التنافس الشريف. نعم. بمعنى ما بيديش أفضلية لحد،
بسعر مفضل، سعر مخفض علشان ياكل السوق التاجر الصغير. نعم. لا هو بيسيب المنافسه ديت في بقيه الحاجات. مين بقى الشاطر اللي يجيب نولون احسن؟ مين الشاطر اللي ينقل ارخص؟ مين الشاطر اللي يعبي ارخص وفي نفس الوقت تحافظ على الجوده بتاعه المنتج؟ تقول ايه لباقي الشركات فندم العامله معاكم في هذا المجال، شركه موبكو او النصر او غيرها؟ شركه موبكو وشركه سمادكو وشركه اليكس فيرت وشركه ابو قير للاسمده حقيقه كلهم شركات افاضل، المنتج بتاعهم على درجه عاليه جدا 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 من الجوده، والمنتج بتاعهم برضو معاه ريتش سيرتيفيكت مسجل في الاتحاد الاوروبي، وبالتالي ده بيدي فرصه لزياده الصادرات بتاعتنا. المهندس هشام كرارة، الكلام مع حضرتك محتاج لحلقات وحلقات، ولكن للأسف فقرة حلقتنا انتهت. اسمح لي ان نشكرك واقول لك انت كنت ضيف عزيز معانا، شرفتنا ونورتنا يا فندم. حضرتك اللي نورتنا يا فندم، ربنا. شكرا ليك يا فندم. شكرا يا فندم، كتر خيرك. وناخد فاصل ونلتقي مع شريك نجاح اخر من هذه الشركة المتألقة. فاصل ونعود. أنا ديانا كرارة، أنا ماسكة التسويق في شركة فيتزر للتجارة والتوريدات، هي شركة والدي. أنا الأول كنت بشتغل في شغل تاني يعني تبع organizations تانية، مش يعني مش بزنس، مش family business. خريجة كلية ألسن. آه. هي ما ليهاش علاقة بالمجال حاليا، بس أنا قبل ما أشتغل هنا أخدت كورس في مركز التدريب للتجارة الخارجية، كورس عن التصدير. وده أهلني ان انا ابقى عندي خلفية قبل ما ابدأ الحياة العملية هنا في الشغل. ليه اخترت العمل هنا مع والدك بالتحديد؟ انا كنت عايزة اشتغل معاه من اول التخرج، بس مقر الشركة ما كانش في القاهرة. فهو لما نقل المقر هنا في القاهرة فحبيت ان انا اجي اشتغل معاه. طبعا البرايفت بيزنس اكيد بيبقى احسن من ان انا اشتغل يعني لحساب حد تاني. نعم. انت كمدير التسويق فندم ايه دورك في الشركة؟ احنا في التسويق طبعا احنا بنصدر لبلاد خارج مصر. الأول بنتعرف على العميل من خلال المؤتمرات، ومن خلال الايميلات، ومن خلال برضو توطيد علاقات بيننا وبين العميل عشان ما يبقاش علاقه مع او عقد واحد. انت حاولت يا فندم الدراسه اللي انت عملتيها والتدريبات، حاولت ان انت تاخدي الخلفيه العلميه وتصقلي بالخلفيه العمليه داخل هذه الشركه. تمام. لو كلمتيني بقى عن دور الشباب معايا في الفتره الاخيره، انت شايفاه ازاي؟ الشباب طبعا بقى ليهم دور مهم ومميز في عصر السيسي. تقلدوا كتير من المناصب. نعم. وبقى ليهم يعني ده باين من خلال الاهتمام الرئيس بالشباب، من خلال التعرف على احتياجاتهم بالظبط والمنتديات الخاصه بيهم. طبعا شرم الشيخ وغيره وغيره، والبرامج الخاصه بتاهيل الشباب للقياده. انت شايفه يا فندم ان في الفتره الاخيره انت فخوره
بتقلد الشباب مناصب قياديه زي نواب محافظين زي نواب وزراء وغيرهم وغيرهم؟ ده حقيقي فعلا، وده اللي واضح في الفتره الاخيره ان الشباب هم اللي بقوا ماسكين معظم القيادات اللي هم طبعا المستقبل، وده برضو تقريبا اللي والدي بيحاول يطبقه في الشركه. احنا معظمنا احنا كلنا هنا شباب صغيرين، وانا برضو يعني ماسكه بوزيشن في سن يعتبر صغير. نعم وده جاي طبعا من يعني من الثقه في الشباب. السؤال الاخير يا فندم، انت شايفه دور المراه ازاي اللي حصل له تعظيم في الفتره الاخيره في عصر سياده الرئيس؟ اكيد المراه استردت كتير من حقوقها وبقى ليها مناصب قياديه ما كانش موجود ده في الفتره اللي قبل كده، يعني خصوصا في 30 سنه الاخيره ما كانش هو ده الوضع. نعم. فطبعا ليها دور مميز وهي يعني عمود المجتمع. يعني استاذه ديانا كرارة مدير تسويق هذه الشركه، الكلام مع حضرتك محتاج لفقرات وفقرات، ولكن فقره حلقتنا انتهت. اسمحي لي ان اشكرك واقول لك شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك، ميرسي. وناخد فاصل ونلتقي مع شريك نجاح اخر. فاصل ونعود. ورجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، وما زلنا في هذه الشركة المتألقة، وضيف هذه الفقرة الأستاذة نادين كرارة. أهلا وسهلا فندم، نورتينا. حضرتك بتعملي إيه في الشركة؟ تكلميني الأول عن نفسك، دفعة إيه، خريجة إيه، ووظيفتك إيه في الشركة؟ أنا نادين كرارة، بشتغل في قسم التصدير في الأوبريشنز. أنا خريجة تجارة إنجليزي جامعة عين شمس قسم إدارة أعمال، يعني انا يعتبر بشتغل في مجالي. ليه اخترت يا فندم المجال العمل مع والدك؟ انا اخترت مجال عمل مع والدي لان ده اصلا هي دراستي ومجالي، لان هو يعني انا عندي خلفيه كبيره عن التصدير والاستيراد من خلال دراستي، فيعتبر انا شغاله في مجالي يعني. طب كلميني عن دورك بقى في الشركه. احنا بعد ما عمليه التصدير بتبدا من اول قسم التسويق معاهم، بعد كده بتجيلنا هنا قسم التصدير، بنبدا بقى ننسق كل حاجه من اول الاتفاق مع العميل خارج مصر، هو بيحتاج ايه بالظبط، المواصفات اللي هو عايزها وكل حاجه، بنتفق مع المصانع هنا في مصر المنتجين، ناخد منهم الكميه المظبوطه والتعبئه وعلى كل حاجه، ونبدا ننسق مع الجمارك والخطوط الملاحيه. طبعا كل جمرك بيبقى ليه قواعد مختلفة بنطبقها في المستندات اللي احنا بنحضرها، ممكن نتعامل مع البنوك في اعتماد مستندي، او بنفتح الشهادات في الجمارك، كل ده طبعا بيبقى ليه قواعد يعني وحاجات لازم نمشي عليها مظبوطة. شايف الدور اللي والدك بينهجه في الشركة في تشغيل القيادات من الشباب، شايفها ازاي؟ انا فخورة بصراحة بيه جدا، لان احنا كلنا هنا شباب وكلنا اتعلمنا في فترة قليلة جدا منه. هو بصراحه يعني اللي علمنا كلنا، مش مثلا حد اللي علم تاني، سواء قسم التصدير او التسويق او اي حاجه، او حتى الناس اللي بتشتغل بره بتساعدنا في الموقع نفسه او كده، فبصراحه هو اللي علمنا كل حاجه. استاذه نادين كرارة، كلام مع حضرتك محتاج لحلقات وحلقات،
ولكن فقرة حلقتنا انتهت. اسمحي لي ان انا اشكرك واقول لك شكرا لحضرتك. شكرا جدا. شكرا لك. في نهاية حلقتنا بنشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، على ان نراكم في حلقة قادمة من برنامجكم كلمة حق، انتظرونا. كان معكم رجب إبراهيم، إلى اللقاء.